السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معايا في حلقة جديدة من برنامج صباح الحياة على قناة الصحة والجمال. هدخل على طول في أول فقرة صحتنا في معلومة. ناس كتير جدا جدا من الحلقة اللي فاتت كلموني عن الوسواس القهري، أو الحلقة اللي فاتت بالظبط كان عن الوسواس القهري، وكذا حد كلمني كتير إن دي كانت حلقة مفيدة وجميلة جدا، وبناء عليه قالوا خلاص. في ناس تانية قالت عايزين تتكلمي الحلقة الجاية اللي هي النهاردة عن خشونة الركبة، وهنوضح بطرق طبيعية ازاي نقضي على خشونة الركبة، لان ده مرض بيعاني منه جميع تقريبا جميع المصريين في مختلف المراحل. ما بقاش ليه سن معين يجي فيه، بيجي للمراهقين وبيجي للكبار وبيجي للصغار وبيجي لكل الناس على حسب اختلاف السبب. طيب نعرف يعني ايه خشونة الركبة. خشونة الركبة ربنا خلق بين المفصلين بتوع الركبة اللي بيتحركوا في بينهم سائل. السائل ده البروتين اللي بيحرك، بيبقى فيه سيمترية، بيبقى الحركة كده كلها يعني تناسق، ومفيش أي مشاكل، يطلع سلم ينزل سلم، الدنيا حلوة جدا، مفيش أي ألم. بيبتدي المشكلة تحصل إمتى؟ لما هذا السائل البروتيني أو الجيلاتيني اللي بينهم يقل، فبالتالي بيحصل احتكاك للعظمتين، تبقى فيه صعوبة في طلوع السلم ونزول السلم، تبقى فيه صعوبة في عمل الأنشطة اليومية، تبقى فيه صعوبة ان الشخص نفسه ما يبقى حاسس ان هو في حاجة غلط، مش قادر على مشاوير طويلة زي زمان، يقول انا كنت زمان بعمل كذا، انا كنت وكنت وكنت وكنت. طيب ما هي اسباب خشونة الركبة قبل ما نتطرق للحلول؟ وهل الغضاريف والحاجات اللي اتاكلت دي او حصل فيها خشونة مادة جيلاتينية ممكن ترجع؟ ممكن ترجع. بس قبل ما أقول السر بتاع رجوعها هنتكلم بسرعة عن الأسباب. الأسباب، أول سبب عندنا مش زيادة الوزن بس، يعني ممكن زيادة الوزن ده حاجة، بس زيادة الوزن يعقبها أو قبليها سبب مهم جدا، الضغط العصبي. الضغط العصبي بيساعد على، أو إحنا ما بنزعل أو بنخاف، أو بالذات في حالة الخوف والرعب بيتفرز هرمون من الغدة الفوق كظرية اللي هو الكورتيزون. الكورتيزون أول ما يعلى على طول خلاص بيبتدي يبوظ في الجسم كله، وعلى رأس الكلام ده المشاكل اللي بيعملها في الجهاز الهضمي، المشاكل اللي بيعملها كمان عندنا في الرجلين وفي الركب وفي المفاصل عموما. إذن الكورتيزون مؤذي؟ نعم، لو فضل يفرز لفترة طويلة على طول، الاختلاف بقى الحياة اليومية والأنشطة اليومية، في خناقات، في مشاكل، في رتم الحياة سريع، فبنلحق، فكورتيزون عالي حرام. ده بيروح بقى على الركب، بيعدي في الجسم، طبعا نسبته عالية جدا جدا، خلاص بيجيب أمراض الضغط والسكر، بيجيب أمراض خشونة الركبة وتعب في المفاصل عموما وأنسجة الجهاز العظمي كله. طيب نقلل الأول حدة الكورتيزون إزاي عشان ندخل على طول في العلاج، ونقول إزاي ممكن نرجع الكولاجين أو اللي هو المادة البروتينية اللي هي بين المفاصل بتاعة الركبة. أول حاجة خالص بنعملها لازم نقلل الكورتيزون. طب هنقلل الكورتيزون ازاي يا جماعه؟ انت بتقول او انت بتحب على طول، او انت بتحبي تتخانقي مع زوجك والاولاد، حد يجيبهم من المدرسه، طب الشغل رئيسك بيتخانق معاك، طب انت وراك حاجه عايز تعملها، فالحياه رتمها سريع سريع سريع، كورتيزون عالي. هنقلل الكلام ده ازاي؟ نبات الريحان. اول حاجه نبات الريحان اللي هو الجميل ده اللي احنا بنشمه، اللي بيبقى في الاراضي الزراعيه واللي بنزرعه عندنا في البلكونات، من الحاجات الجميله جدا اللي بتهدي الاعصاب، مجرد ما شميت ريحته خلاص حصل لك ريلاكسيشن وهدوء. تاني حاجه نبات الجينسينج. نبات الجينسينج كل ده بيتعمل زي فكره الشاي الكشري، تحطه في الحاجه وعليه ميه مغليه خلاص. طيب تاني حاجه او من الحاجات الجميله جدا الشوكولاته. الشوكولاتة الداكنة اللي من غير سكر، يا جماعة أكيد في ناس مرضى سكر بتشوف الحلقة دي، أنا بتكلم في شوكولاتة بتتعمل من غير سكر، هي دي اللي بتكلم فيها للجميع. يعني ما بقاش الكورتيزون عالي اللي معلي سكرك ومعلي ضغطك ونزيده كمان بالشوكولاتة اللي فيها سكر، طب أنت عملت إيه؟ لا، في شوكولاتات ما فيهاش سكر أصلاً، ودي اللي أنا بتكلم فيها. هتظبط الكورتيزون وتهبطه، خلاص كده؟ دول ثلاث حاجات أساسية احنا بنراعيهم جدا 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 عشان نقلل الكورتيزون. ندخل على الركب مباشره على طول. طيب حد فعلا بيعاني من الم في الركبه؟ في عندنا ثلاث زيوت، في زيت القرفه من الزيوت اللي هي ممكن تساعد شويه دهنها على المكان بتاع الركبه، وفي زيت القرنفل، وفي عندنا زيت الشطه. ايه ده؟ اه والله هم دول كده، وعليهم كمان في زيت اسمه الكافور،
لو الثلاثة أو الرابع زيت الكافور وفي زيت النعناع، لو اتضافوا الخمسة مع بعض عليهم شوية زيت زيتون ودلكت بيهم المنطقة وحطيت بلاستيك، البلاستيك كيس بلاستيك لفيته بيها للصبح، هتقوم ركبك بتقلل شوية الالتهابات والاحتكاكات اللي بين الركب. طب نرجع ازاي القوة بتاعة الركبة أو الحاجات اللي هي اتهدمت أو من كتر الكورتيزون وحصل تآكل أو إلى آخره؟ من الحاجات الجميلة جدا نبات الرشاد. نبات الرشاد زي ما احنا شايفينه عامل شبه بذرة الكتان كده، نميزه واحنا بنشتري نبات الرشاد أو حب الرشاد، من الحاجات الجميلة جدا اللي مليانة كولاجين اللي بتساعد على إمداد المفاصل عندك او مفاصلك المتاكله او الركب او الاربطه اللي فيها مشاكل او الى اخره، ان هي تستعيد قوتها تاني. طيب ازاي؟ بجيب معلقتين نبات حب الرشاد بحطه على كوبايه لبن الصبح وبستمر على كده الى ما شاء الله. من الحاجات الجميله جدا، انا في طرق كتيره جدا جدا للتعامل مع خشونه الركبه، بس انا جاي يعني انا النهارده جايبه الطريقه دي بتاعت حب الرشاد او نبات حب الرشاد، ازاي نرجع قوه ومتانه اربطه الركبه تاني بعد ما تاكلت او حصل فيها نقص في الكولاجين او البروتين اللي هو بيمنع الاحتكاك بين الركب، وفي نفس الوقت لو في عندنا خشونه اوريدي احنا يعني بنشتغل ده مع ده. الدهان اول مداخله معانا، اتصال، اهلا وسهلا، اتفضل. الو الو، خلاص عاود الاتصال بينا تاني. فاحنا لو جبنا كمية متساوية من الزيوت دي وكمان زيت الكافور معاها، انا الحقيقة ما لقيتش زيت كافور وانا جاي معلش فانا اسفة، هنستخدم الزيوت دي كده بس. زيت الشطة كمية بسيطة قوي، كمية بسيطة من زيت الشطة لان بتدخل هي ما بتعملش مشاكل، بس حضرتك وانت بتدهن ما تدهنش بايدك كده، ضمهم على بعض الزيوت وضيفهم وخليهم عندك ازازة كده تحط منها على الركبة الصبح وبالليل قبل ما تنام بالذات، تمام. واحنا كمان بنحافظ على لو في وجع قوي بنربط بكيس بلاستيك، مش ربط قوي يمنع الدوره الدمويه ان هي تدخل في الركبه، لا، ولكن ربطه كده بحيث تدفي هذه المنطقه لو فيها رطوبه، لو فيها برد، لو اصابها حاجه زي دي بالاضافه للخشونه اللي فيها. في ناس ما بتقدرش تمشي خالص بسبب الكلام ده كله، فاحنا بنسهل عليهم من الحاجات الجميله جدا، تمام كده. يعني في كمان نبات الحلبة من الحاجات الحلوة قوي اللي بتزود الكولاجين. في عندنا كمان الكوارع فيها مادة الكولاجين أصلا، اللي هو لو أنت كلت الكوارع أو شربت شربتها أو إلى آخره ده بيساعد أكتر على ترميم الركب بالذات. خلاص كده؟ طيب في حاجة تاني؟ ده كده كان معظم الحاجات بالنسبة لخشونة الركبة، بس يا جماعة بنعالج السبب الرئيسي لو سمحتم اللي هو الكورتيزون. ما نزودش نسبة الكورتيزون علشان خاطر دي لو زادت هتعمل مشاكل في كل حاجة في الجسم. خلاص كده؟ ممكن كمان نبقى ناخد الحاجات الجميلة جدا اللي هي عصير الليمون مع الشاي الأخضر، من الحاجات اللي هي برضو بتنقص الوزن وفي نفس الوقت بتهدي الجسم عموما، وفي نفس الوقت ايه الدنيا بتبقى مظبوطة بالنسبة لحالتك النفسية علشان ما تحصلش خشونة ركبة. ألو؟ معلش يا جماعه انا اسفه، اتصال، اتفضل اتفضل، اهلا يا فندم، اتفضل اتفضل استاذ صلاح. السلام عليكم. الو، طب عاود الاتصال بينا لو سمحت. طيب اتصال معانا، اتفضل يا فندم. انا عندي كام فقرات. تمام. فقرات في الظهر، عملت عمليه صغرت فقرات برضو، وعندي فقرات في الظهر. فقرات دلوقتي دارسه على الرجل، الرجل دي بتطلع نار. تمام. ممكن تشلع نار، العضله اللي فوق دي بقت ايه زي قالب كده يرك في الرجل. عامله نار، فبقت ايه الرجل، الرجل اليمين، الرجل الشمال بقت فيها ورم. وفيها ما بقدرش اتنقل. تمام. طيب. الرجل الثاني دي بتشلع نار. هي الفكره ألم داخل الركبه من جوه، داخل الركبه من جوه ما بقدرش اتنقل. يعني مشكله حضرتك في ركبتك ولا في الرجل عموما ولا من الفقرات؟ يعني السبب الفقرات الاول. اتفضل. هي في الفقرات ودلوخ الرجلين. الفقرات والرجلين. طب حضرتك دلوقتي انت عارف السبب، السبب حضرتك عملت عمليه يعني متابع مع دكتور اصلا صح؟
انا بروح للدكاتره والدكاتره مش رأي. يعني الاول قال لي عندك عمليه في ظهرك 1 في 3، قال 1 في 3، قال لي عمليه تثبيت وتوسيع وتركيب شرايح. في دكتور جمال، لا لا خلاص خلاص من فضلك لو سمحت، لو سمحت ما تقولش اسماء دكاتره، انا مع حضرتك. ها وبعدين؟ قال لا توسيع بس، دول خلوني اقعد في العمليات، قعدت بتاع ساعه وبعد كده طلعوني، قال لي ما فيش عمليه. بعد كده بيجي الالم نازل في الرجل اليمين دي، يطلع نار. والركبه فوق، العضله اللي فوق دي كاني قالب بيتهز في رجلي، زي قالب بيتهز في رجلي. طب يا استاذ جمال انا بستسمحك بعد ما اخلص الحلقه كلمني لو سمحت. تمام؟ ميرسي لحضرتك وميرسي لاتصالك. خلاص كده يا جماعه، ده بالنسبه لخشونه الركبه والمفاصل عموما. ازاي نرممها تاني؟ عن طريق تاني بعيد نبات حب الرشاد، معلقتين الصبح صغيرين على كوبايه لبن، والدهان بالزيوت اللي احنا قلنا عليها دي، بالاضافه لزيت الكافور، روعه زيت الكافور معاه. بناخد بس كميات متساويه وبندهن، وبكيس بلاستيك بيبقى من بالليل للصبح، وهتقوم ان شاء الله زي الفل. هنستمر على الحاجات دي فتره طويله. نبات الرشاد ما فيش منه اي سميه او اي مشكله، ولكن مرضى اللي عندهم نقص في افراز الغده الدرقيه غير مسموح لهم بنبات الرشاد. اللهم اني بلغت. اوكي، مش كل الناس عادي تاخد نبات الرشاد الا الناس اللي عندها نقص في افراز الغده الدرقيه، ده بيعمل تاثير عكسي، بيزود الاعراض وبيتعب هؤلاء القوم، يعني الناس اللي بيعانوا من ده، شفاهم الله وعافاهم. طيب.